صباح الخير، رمضان مبارك كريم، تخليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه. اليوم ان شاء الله اول ايام رمضان، غادي يكون ان شاء الله في لي فيديو ديال رمضان غيكون بزاف ديال الحوايج متنوعه. دونك اليوم غادي نوريكم شنو غادي ندير في النهار ديالي. زياده على هذا، انا ماشي من داك لو جون اللي كيدخل الكوزينه بزاف كيطيب، يعني ما كنتعمقش بزاف في الطياب. هذا رمضان هذا بغيت نستغله باش نتعلم شويه الطياب. دونك غادي نبقى نعاون ماما ونوجد لهم حتى انا الفطور للدار. انا دايره الريجيم، يعني غنبقى نبارطاجي معكم حتى الاكل ديال رمضان. يعني البنات اللي بغاو ينقصوا في الوزن، البنات اللي بغاو يتزادوا في الوزن، غادي نبارطاجي معكم حتى نتوما واحد لي كومبليمون اليمونتير وشي لعيبات باش تزيدوا في الوزن في رمضان. حاجه اخرى هي خصنا نختموا القران كاملين كاملين، يعني هاد الشهر هذا ضروري كلشي خاصو يختم القران. يعني القران فيه 60 حزب، جوج الاحزاب في النهار ما غايديو ما غايجيبو لك، يعني ما غاديش ياخذ لك بزاف ديال الوقت. وحتى في الوقت ديال البيريود ديالك غادي تيليشارجي القران في التليفون وغادي تقراي الاحزاب ديالك باش ما تضيعيش الوقت. المهم غادي يكونوا بزاف بزاف ديال الحوايج اللي متفق يخلي لي دي كومونتير زوينين، وداكشي دخل عندي الانستغرام تما كنبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج عاوتاني. ونهاركم مبروك. بارت 1 غادي نجمع فيها بيتي، حتى هاد اليومين كنت في كازا، كنجي غير كنبدل حوايجي وكنماكي في بيتي، وانا بيتي ما كنعش فيه، يعني ما كنباتش فيه، داكشي علاش كيبقى مرون. مهم اول حاجه غادي نجمع هاد الجوطانيات بوندو باش ما يبقاوش يهبطوا لي على وجهي. يلا نبداو. المهم هادشي كامل غادي نجمعو. شوفوا الجراره ديال الشبكه كيفاش كتدير، ما عرفتش. المهم هادشي مرون 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 مرون. شوف صبرتي لهنايا، هادشي هذا هو غادي نحيدو معنا، بغيت نبدل لي البلاصه، هادشي ما عجبنيش يبقى هنايا. المهم ما عرفتش منين غنبدا هادشي وحق الله. نبدا بعدا بهادشي، هاد الروينه اللي كاينه هنا نطويها ونرجع للماريو اللي غيتصبن غنحيدو. المهم ليتس جو. حتى دابا بقيتوني كنفكر في واحد الحاجه، بلاتي نوريكم شنو طاح ليا فرا. ما كرهتش انا هاد المرايه هادي، نحيدها من هنا ونركبها هنايا، ياك نركبها في هاد البلاصه باش هاد اللعيبه هادي اللي مستشفى فيها التخرميز نجيبها هنايا، هي اللي تجي بلاصه المرايه والمرايه تجي هنايا. ديجا جو بونس الا تحل الباب راه ما غاديش تقاس بزاف المرايه، يعني اصلا انا ما كنمسحش الباب. مهم اش بان ليكم؟ قولوا لي اش بان ليكم. انا الصراحه هادشي اللي بان ليا. المهم قولوا لي نتوما اش بان ليكم، وانا غنكمل لكم فيديو اخر جمعيه البيت بارتو. انا بعدا حيدت الحوايج هديتهم الماريو، بقى غير هادشي هذا اللي هنايا زبالون اللي هنا، هادشي ما بقى غير هادشي اللي هنايا. دابا حيدت الموكات اللي كانت هنايا، غادي نشطب داكشي اللي تمايا وغادي ندوز واحد التجفيفه. المهم بقاو معايا نشطب هو الاول. البنات فاش تكونوا كتشطبوا ما تنساوش هاد القنيتات، هادو حتى هما كيجمعوا الخمره وكيجمعوا الغبره. دابا شطبت هادشي اللي كان في الارض، غير داك واحد الوردات صغيورين كانوا في داك البوكيت فلور اللي كنت حاطه تما. المهم دابا غنمشيو نوجدو سطيل باش نجفوا هاد البلاصه هادي. شوفوا شعري ناض. يوسف كنسمعو كيغوت من البيت، عطيه الهايلايت. اش بغيتي ندير لك؟ ها هو نيري كيدرنا القوقع. هادو الحويجات اللي مسخين، هاد الشوميز اللي كنت لابسه البارح والبونطالون ديال البارح وبيجاما. المهم خديت هاد السطيله هادي، غادي ندير فيها جافيل وصاني كرو من بيتي، عاد نجي نتوالى الدوش حتى هويا نحك ليه القنيات. ندير شويه جافيل حتى عندي الارض بيضه ديال بيتي. صاني كرو غادي نقوي منه باش يريح لنا الارض. هاد لي ناص هذا هو النقاوه. النقاوه اي بلاصه عندكم شي زليج بيض شي حاجه دوش كيبيض كيرجع كيرجع داك الزليج ولا داك الشيء كيرجع بيض بيض. غندير منه حتى هويا حتى الارض ديال البيت بيضه. دابا كنكبل الماء على الارضيه. هاد الشيء هذا ديجا مفرشا، دونك غير غادي نشطبو. ايوا يلا نبداو. دابا غادي نحك هاد البلاصه اللي مزيان، هاد الارض هادي حتى شي اللي كنتمشى فيها بزاف. غادي نحك الحيوط حتى هما مزيان حيت كيجمعوا الغبره. ايوا عاد غادي ندوز نحول ديك الكوفيز اللي كنت وريتكم، ديك اللي دايره فيها داك السيكان، غنحولها نبدل البلاصه ونبدل المرايه. المهم الفيديو غادي يسالي، تسناو جزء ثلاثه بارت 3. يلا نكمل. جففت هاد البلاصه، رديت هاد الموكيط هادي حيت كنتمشكن، وقف فوق فاش كنبغي نماكي. دابا غادي نحيد المرايه
هادي دابا راني خويت هادشي الفوقاني، راه هو فين حطيته، غنزيد نخوي هادشي كامل هنايا باش نحولها. هيا حيدت المرايه، باقي ان شاء الله بيتي كله غادي يتصبغ كما شي دابا حتى للصيف تنشوف راسي واش غنبقى هنا ولا لا. دابا غادي نخويو كاع هادو التحاميل ديال زياده الوزن البنات، وهادو هادو لي كابسول ديال زياده الوزن. الا بغيتو نهضر لكم عليهم حتى رمضان هو الوقت باش تغلاضوا وفاش تضعفوا. نحيدوهم تما ندير لهم هكا. هذه البواط ديال التحاميل اللي خويت لي بوليكوب كان غنلوحهم غا هنايا في الارض حتى نعاود نجمعهم. بحالك بحالك لوح لوح. دابا غنحولها ونمسحها. ها هي دابا البنات تحولتها، دابا غادي نمسحوها. دابا نمسحوا هادشي هذا مزيان، هذا الماء اللي كنت درت فيه جا في بلاصه نكروه، نمسحو كاع لي زيطاج. هادشي هذا اللي كنستعمل ابخي لادوش وداكشي ديال لي ماسك والتخربيق كامل غنديرو في هاد ليطاج الثاني الفوق. قلت غادي ندير فيه هاد المرايا، ندير فيه المبيخرة ديالي، البخور، لي بانسو. هادي مهم، هادي غادي تبقى خفيفة. كنحيد هادشي كامل باش نعاود نحيدو كلشي. غنبدا بالسبراي ديال الكريم. المهم درت هنايا لي غوماج، لي كريم ديال اليدين، اكرون سولير، ديودورون، سبراي، الكريم ديال الكور، لا غام ديال شعري اللي طولت لي شعري. راه سالات، يلا غادي نبدا الثانيه. يلا وصلتني. مهم هاد البلاصه سالينا. غادي نحط حتى لا غام ديال الشعر اللي كاين تحت الجلد والخطوط البيضاء والحمراء اللي كنستعمل الجسم ديالي. هادي كنستعملها شاك جوغ، داكشي علاش غنخليها حدايا. راه يلا حطيت لكم لي ستوري ديالها في انستغرام البارح، دخلوا شوفوهم قبل ما يمشيو. مهم المهم في الطبق الاول حطيت البخور ديالي اللي كان البخور طيب اللي كيعجبني. الا بغيتو نبارطاجيه معكم هنايا البخور هذا العود القماري، هذا باش كنشعل الفخر. ها هو الفخر، هذه المبخره ديالي كتعجبني. وهذا المعطر ديال الفراش وديال الجو، حتى هو بريحه العود مذهله. واخيرا ساليت بيتي. المهم هنا البلاصه ديال الميكاب، هادشي هذا اللي حطيت هنايا، هنا لي بارفان، هنايا تريتمون اللي كندير الخطوط البيضاء والحمراء. وحتى دابا لي ستوري في انستغرام حفصه بي اش، تريتمون اللي طول لي شعري واللي عالجو لي هو هذا، راه ديجا ساله. الاخر حطاه في الدوش، هذا داكشي الخاوي خليته هنايا. هنايا درت البخور ومبخره داكشي ديالي. هنايا داكشي سبراي، داكشي كله عنده لي علاقه بلو كور، دي ماكيون، ديودورون، المهم اي حاجه. درت هنايا السيكان تما البوبيل ديالي، هنايا الكريسي ديال هادي. صافي ناموسيتي كتبقى ديما بحال هكا حيت ما كناش في بيتي. باندا ديالي، انا حطيت السكه اللي كندي معايا للستاج ولا اللي كندي معايا ليكول، ما شديتوش على حالتي. المهم هنايا فين علقت المرايه ديجا كانت عندي واحد التقيبه تما في الحيط، هنايا خاصني حتى نجيب شي واحد يتقب لي الحيط من تما باش نقدر نعلق. بقات لنا اخر حاجه هي التعطير ديال البيت، نعطر البيت ديالي والفراش ديالي. اخر حاجه غادي نريحو البيت. بالنسبه للعطر اللي كنستعمل الفراش ديالي هو هذا ديال مذهله، عطر الفنادق والقصور، فيه واحد ريحه زوينه بزاف ديال العود. دونك هذا كنرشو غير بحال هكا غير على الفراش، بالفراش هنايا على قبل ريحه النعاس وداكشي. واخا ما كنعش في البيت كنرشو على الخاميه ديال بيتي. باندا حتى هويا نرشو على هادشي كامل. طبعا غادي نطلق شويه ديال البخور في البيت. على فكره البخور ما كيفطرش. اوكي قلبت عليه قبل ما نطلق البخور. دونك غنحتاج المبخره ديالي، غنحتاج الفاخر، غناخذ غير طريف من واحد ونسي. اوكي حطيت انايا طريف ديال الفاخر. دابا غادي نشعل الفاخره بهادي بحال هكا، كتشعل بسهوله ودغيا، يعني ما بلاص ما تبقايش حتى في البوطه ولا تبقاي شدها وكتشعل في بريكه، هادي كتوفر عليك الوقت. البخور اللي كنحمق عليه هو العود القماري. انا هذا العود القماري مخلطاه مع لوبان الذكر الاصلي، وحتى هذا العود القماري اصلي. كناخذ شويه يعني مزيج ما بين لوبان الذكر والعود القماري، كنحطو فوق ديك الفاخره
وغادي نخليه في البيت. هذه المرحله الاخيره صافي كنحطها في بلاصتها وكنخليها كتبخر البيت بوحديتها. هكا البيت كتبقى فيه ريحه زوينه. كنقدر نحطها مع الحوايج ديالي في الماريو يعني باش تبقى فيهم ريحه العود. هادشي اللي كاين. كنتمنى نهاركم يكون داز زوين. دخلوا عندي الانستغرام تما كنشارك معكم بزاف ديال الحوايج اكثر من هنايا. وهادشي اللي كاين. دابا غادي ندوز لفقره التشهيوات مع ماما. هادشي الفطور ديالهم هما فطور ديالي انا بوحديتو. مهم ليتس جو. الفطور غادي يكون عباره عن طاوه ديال اجنحه ديال الدجاج بالبطاطا. يلا نبداو. اول حاجه درنا زيت العود هي الاولى. من الفوق درنا هاد الشليطه هادي كانت لنا من البارح. اكيد ما غاديش تضيع. فيها فلفله وبصله ومطيشه. سينو تقدروا تفرشوا نتوما غير البصله باش يجيكم داكشي معسل حتى ما كنديروا لا ما لا حتى شي حاجه باش تفرشوا لداك الدجاج ديالكم البطاطا. دابا غادي نفرشوا البطاطا في كاع القنات. دابا فرشنا البطيطه وغندوزوا للدجاج. غيسولوني بعدا على الدجاج باش مشرمل. فيه دانون مسوس، معلقه ديال الموطارد، هكا الملحه البزار، المهم العطريه ديالكم كامله، وكنعصروا عليه الحامض. من الاحسن انكم تخليوه بيت فهاد الشرموله هادي، سينو حتى الصباح وديروها. دابا ماما غادي تستف الدجاج. دابا مثلا انا مع دايره ريجيم نقدر ناخذ غير من هاد الدجاج هذا اللي دايرينه معايا، ناخذ منه من الفوق حتى ناشف ونحط معاه سلطه. صافي عندي 150 غرام ديال الدجاج وسلطه وها الفطور ديالي واجد. مهم دابا كماما كتستف الدجاجه. حيدنا الدجاج، بقات شيطه ديك لاصوص كنزيدو عليها واحد شويه ديال الماء. و دابا ملي حيدنا الدجاج بقات لاصوص نكبوها من الفوق على. دابا غادي نسمو من الفوق بالزعتر. دابا زدنا في الفليفله والحامض، هادشي على حسب الرغبه. ودابا نديرو ورق الزبده والالومنيوم وبصحة وراحة. المهم دابا غادي نكونو وجدنا. اللي بغى طيبها دابا تقدر طيبها حتى يقرب المغرب وتسخنها. اللي بغى تخليها حتى يقرب المغرب وطيبها مزيان. المهم حنا كنخليوها على نار مهيله. شكرا الشاف ماما. 200 درجه. ماما دخلت دابا الفران 200 درجه. كنشكرك ماما على الوصفات ديالك. دابا غادي نحطوها في الفران. باي باي. شكرا الشاف ماما. فقره تشهيوات مع ماما. واليوم الحاضر يعلم الغيب. غادي نديرو البقوله بريستيج. ما عرفتش شكون شي كيقول لها البقوله. شنو كتقول لها نتوما في مدينتكم؟ المهم البقوله بريستيج. بريستيج علاش قلنا بريستيج؟ حيت غادي نشرحو لهم قلنا طايبه مقاده. علاش سميناها بريستيج؟ حيت غادي نديروها في هذا ديال الباستيش وغادي نرقعوها، ما نحطوهاش في طبسيل عادي. بالنسبه للبقوله ها هي ماما صايباتها مشرمله مقاده فيها زويتينات زيت العود. مهم درنا حيت اصلا اليوم الجو بارد صب الشتا. دابا درنا في هادو زويته ديال العود غندهنوهم مزيان. ندوزو للاخرى هي. غادي نديرو دابا صوص طوماط. نديرو نقيطه في الوسط في كل وحيده. المهم فرشنا ليهم هنايا دابا صوص طوماط بحال هكا. المهم هادشي انا ما غناكلوش، هادشي راه امبوسيبل ناكلو، هادشي راه عامر بلي كالوري. ها اش غناكل انايا؟ الشليطه ديال الرز قدتها ليا ماما وهما غياكلو هادشي. انا امبوسيبل ناكل هادشي. دابا ماما غادي تحط دابا البقوله بحال هكا. المهم بغيتي بقوله بريستيج كملت قرايتها. فوالا غتحطها دابا في هادو. ماما فين شتي هاد الوصفه؟ فين مشتاش؟ ها اختراع ماما ام الاختراع ديال الوصفات. بحال دابا هادي باستيشو بقوله. دابا غادي ناخذ بيضه وغادي نحطوها على الوسط. يا ربي تجي الوسط، يا ربي تجي الوسط. بسم الله طيحه. صافي دابا ماما غادي دير البيض في كل وحده. هي هادي قديتها. دابا غادي نديرو فرماج هكا باش تجي ديكوراسيون. غادي نعطيوها واحد الشكل اخر تهليكا. دابا ها هما واجدين بوغ ديكوراسيون. نديرو زويتين كحل ولا هذا مشرمل الا بغيتو الطريقه ديالو. هذا الزيتون ديالنا ديال السراغ انا مشرمله ماما. المهم
ايوا هادي الوصفه ديال دابا غادي نديرو الزعتر بلاتي اطونطون اللمسات الاخيره الزعتر شويه دابا غنديرو الفران على 250 درجه ايوا ونخليوهم يطيبو بصحتكم وراحتكم صحتكم صحة فطوركم البنات اللي كيسولوني على شنو كنفطر في اطار الريجيم دونك عندنا هنايا اون بيسيت سالاد المهم تقدروا ديروا فيها نتوما اللي بغيتوا كميه متوازنه عندنا هنايا الروز 150 غرام ديال الروز درت فيها طون خيزو المهم كاع الخضره اللي عندكم غتسلقوها مع الروز ديالكم وزويتينات التبنين ابغى هاد السلطه هادي انا درت فيها الطون تقدروا نتوما تزيدوا عليها دجاج ولا حوت ولا اللي بغيتوا وبالنسبه للعواصر وداك الشيء حتى حاجه ما كاينه الحريره ما كايناش كاينين غير دي سوب هكا بالخضر المناضه حتى هي انتغدي داك الشيء المعمر حتى هو انتغدي البطبوط المهم الخبز ديفينيتيفمون ما كاينش الململ ململ ململ وفي اول حاجه هي كناخذوا الماء وثلاثه ديال التمرات كويز الماء ثلاثه التمرات ما كاين لا عصير لا والو وهذا الشيء اللي كاين